أبغى أخذ بس من عندك المكافآت المالية المقدمة من جمعية تحفيظ القرآن الكريم. عند الشيخ يوسف. يا سلام. عادي الشيخ يوسف. كلكم فيكم الخير والبركة. تفضل الشيخ يوسف، هذه بتلك. طيب حسام، عمر، حمزة، أحمد، وأيضا عبد الله مطيري من المدينة. هذه المكافآت، طبعا مكافأة ضعف المكافآت الأول. نعطيكم إياها وتروحون. ها؟ ها؟ عندك. عندي؟ عمر نعطيك اياها تروح؟ حمزة؟ لا. أحمد؟ لا. ليش لا؟ يمكن تأهل. طيب نبغى من المشايخ الشيخ صابر، الشيخ يوسف. الشيخ صابر، الشيخ يوسف، تعطونا إضاءة خضراء عشان نختار المتأهل الأول والثاني من، لا العكس شيخ يوسف. أيوه. صوت على الله. الشيخ أحمد العبيدي، شكرا لك، شكرا لتدريبك هؤلاء المميزين من طلابك، وأيضا الشكر موصول لفضيلة الشيخ محمود خليل قاري إمام المسجد النبوي سابقا لما التقى بالطلاب وأعطاهم الملاحظات. لعبد الله فواز أيضا، عبد الله فواز مطيري، نشوفك اسمعني. طيب عبد الله معنا، وحسام وعمر وحمزة وأحمد. الشيخ صابر عبد الحكم سيعطينا المتأهل الأول إلى مرحلة المحاكاة من فريق الشيخ أحمد العبيدي. والله يا شيخ عبد الله ما شاء الله اليوم الشباب، عبد الله اللي شاركنا من المدينة الله يحفظه المطيري، وأحمد الشيخ اللي قلنا الشيخ أحمد الشيخ، وعمر وحمزة وحسام كلهم أروع ما يكون، وخروج أحد منهم من المسابقة خسارة. والله اليوم تمتعنا بتلاوات الجميع، لكن كان لابد من اختيار، فسأختار ثالث المشاركين اليوم. من هو ثالث المشاركين؟ اسمه؟ أنت وشطارتكم. عطنا اسمه. رقم ثلاثة من المشاركين اليوم عمر ضياء الرحمن. عمر ضياء الرحمن، ألف مليون مبارك، تأهلك معنا لمرحلة المحاكاة. شكرا يا عمر. عمر ضياء الرحمن أول المتأهلين لمرحلة المحاكاة من هذه الحلقة. الشيخ يوسف الدوسري، أعطينا ثاني المتأهلين، هل هو حسام أو عبد الله مطيري أو حمزة أو أحمد الشيخ؟ هو الشيخ صابر اختار، يعني ارتاح، اختار الأول فيهم وورطني بالبقية. ورطك في البقية؟ اي والله ورطني. انا موجود لا تشيل هم. لكن هي هذه حركات الشيخ صابر، يعني من عرفته هو دائما جزاه الله خير وقاف. مساعد وسعيد. والله انا قلت لك قبل شوي، يعني انا بقولها بصراحة وبعطيك الدرجة بالرقم. احمد الشيخ اعطيته 90. 90 يستاهل. وحسام اعطيته 90. حسام. اي نعم. وعبد الله. نعم. عبد الله مطيري. عبد الله المطيري اعطيته 89. 89. اي نعم. فالاختيار الان بين اثنين، بين احمد الشيخ وبين حسام ابو زيد. جمعنا درجتين بيني وبين الشيخ صابر فتفوق حسام. حسام ابو زيد، الف مليون مبارك يا حسام، تاهلك الى مرحله المحاكاة. حمزة ألف شكر لك. أحمد ألف شكر لك. عبد الله مطيري من المدينة تسمعني، ألف شكر لك، يعطيك ألف عافية، ومكافأتك إن شاء الله ستصلك. تفضل يا حمزة، تفضل يا أحمد، سعدنا جدا بمشاركتكم، يعطيكم ألف عافية وصولكم إلى هذه المرحلة.